مهما قعدنا نقول عمرنا ما هننسى ايه اللي بيحصل او ايه اللي حصل، او انه المصريين دايما كان يقول لك المصريين بتجمعهم الازمات. لا، هي مش بتجمعهم الازمات، المصري بيخاف على ارضه وبلده وعنده الاستشعار ده، بيحس لما بيلاقي انه في حاجه ممكن تهدد امن البلد هو نفسه بيبقى موجود. والحقيقه زي ما كان عندنا قوات مسلحه وبنقول عليهم مش بس الجنود البواسل، لكن بنقول عليهم الاسود، الرجاله بتوعنا، عندنا كمان المواطنين والشعب. والشعب في وقت من الاوقات كان يقول خدونا معاكم احنا موجودين، وعشان كده دايما تقول احنا شعب طلع له جيش او جيش طلع له شعب، عارفين احنا نفس الجمل دي. تعالوا نكمل حديثنا ونشوف انه الرئيس السيسي كمان شدد النهارده على انه المصريين دفعوا ثمن كبير جدا من اجل القضاء على الارهاب ومن اجل ان تكون مصر في امن وامان وسلام. تعالوا نسمع جزء اخر من حديث السيد الرئيس. في ثمن زي ما اسم الندوه النهارده، الثمن، في ثمن، ثمن كبير قوي الدفع. والثمن ده في اسر، انا دايما اقول الكلمه ديت وتكراري لها هو عرفان، تكراري للكلام هو عرفان، عرفان للاسر اللي موجوده معانا دلوقتي واللي حتى مش موجوده، ان الثمن ده ثمن كبير جدا عندكم وكمان كبير جدا عندنا، عندنا كلنا مش عندنا بس. افتكر يعني عند كل المصريين اللي بيشوفونا النهارده على في التلفزيون وبيشوفوا المشاهد ديت، بيحسوا قد ايه ان في ثمن كبير قوي اتدفع عشان البلد دي تبقى في امن وامان وسلام. تمن كبير، والتمن ده الحقيقة دفعوه الشهداء، ومحدش ممكن ينسى أبدا لا في يوم الشهيد ولا غير، احنا دايما عارفين التمن قد ايه كان غالي. خليني أكمل كلام مع سيادة اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك يا شفتي، وكل سنه وحضرتك طيبه والشعب المصري كله بخير. وحضرتك بألف خير. كلمنا عن التمن، جملة السيد الرئيس بأنه التمن كان كبير اللي اتدفع. طبعا يعني تحيه اجلال وتقدير اولا لارواح الشهداء اللي بذلوا او بذلت من اجل ان نحيا وان نعيش الان، فلولاهم ما كنا هنا الان. دي اول نقطه حابب اكد عليها، الاحتفالات اللي بتتم في هذا التوقيت وتؤكد وتدلل ربطا بما حدث في 69 من احتفال بالشهداء، اعتقد انها لها دلاله واضحه على ان الدوله المصريه ابدا لن تنسى ابنائها، والشعب المصري ابدا يقدم دائما كل ما هو نبيل اجلالا وتقديرا واحتراما لكل من بذل. الثمن كبير، ثمن كبير، وظهر يمكن في لقطه بسيطه جدا لاحد الاطفال اللي فقد والده في حادث ارهابي، ثم والده اللي هو بلال محمد. ايوه، لما والدته في اثناء ادائها لمراته الحجه والعمره في الاراضي المقدسه، فيتيم، طفل يتيم، ماذا اقترف هذا الطفل من اسم كي يعيش يتيما بهذه الصورة؟ يعني لقطات أدمت الجميع. هو ده الثمن، ده الثمن اللي فعلا يمكن نقصده كلنا، ثمن كبير جدا جدا جدا، فقد أسرة، فقد طفل، فقد أب طفل لأبوه وأمه في توقيت واحد، أعتقد يعني دي مأساة أو صعوبة جدا بنعيشها. ولكن شوف، على الرغم من الأحزان اللي تنتاب الأعزاء لفقد عزيز عليهم من الأسر، من أسر الشهداء، ولكن النهاردة الدولة المصرية وإحساسهم بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وأن ما دفعوه ثمنا يعتبر جزء ولو بسيط وقليل جدا في سبيل الدولة المصرية لكي تحيا مصر، هذه هي العقيده التي ترسخت في وجدان كل الشباب، هذه هي العقيده التي ترسخت في وجدان النشأ، هذه العقيده التي ترسخت في وجدان بلال نفسه، الطفل اللي ظهر على الحياه فاقدا لابوه وامه في توقيت واحد. هذا أكيد كله يدلل ويؤكد على ان الثمن كبير كبير جدا، ودي يمكن مراسمه وشواهد اللي ظهرت بداية وواضحه في اسر الشهداء او في المشهد اللي شفناه النهارده. الحقيقه انا عايزه برضو يعني وجود حضرتك معانا وعقيده الجندي المصري، ومعانا الطفل بلال على الشاشه والرئيس يستمع اليه، عقيده الجندي المصري، العقيده القويه، مش بس هو بينقل هذه العقيده والايمان بحب الوطن لاسرته، فبتلاقي الاسره
بيبقى عندها ابن تاني وتالت تقول لك هقدمه هو كمان، هو كمان هقدمه للوطن. الحقيقه ان احنا بنبقى يعني مبهورين بالاسر دي، ومبهورين بان هم بيدفعوا ثمن كبير جدا، بس هم عارفين انه ثمن ان الارض تبقى حره اهم حتى من 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 روح اولادهم، وده حاجه الحقيقه عظيمه جدا. يعني شوف حضرتك، العقيدة عندنا النصر أو الشهادة، إما النصر أو الشهادة. يعني دي عقيدة راسخة في وجدان كل مقاتل مصري، عشان كده روحه دي أبسط حاجة، أقل ما يقدمه لنجدة الوطن ولحماية الوطن وتلبية متطلبات الأمن القومي في الوطن، أقل حاجة يقدمها. الطالب اللي داخل الكلية العسكرية منذ البداية، منذ النشأة، منذ البداية بيقدم معاه شهادة استشهاد، يعني زي ما بيقدم يعني مصوغات التعيين ده او الانتساب للقوات المسلحه متضمنه لشهاده تؤكد على ان هو قابل للشهاده في سبيل الوطن وفي سبيل الله. فبالتالي اعتقد ان دي مش في اي مجال تاني هنا بتترسخ هذا المفهوم لديه ولدى اسرته، لان هم اللي قدموا الطالب وحثوه على انه يخش في هذا المجال وهذا المعترك. يبقى ده كده عندهم كله عنده قناعه كامله ان الدور اللي بيؤدى مش واجهه اجتماعيه طبعا ولا منظر عام طبعا، ولكن هو من اجل ان تحيا مصر وتعيش في امن وتؤدى وسلام على مدار التاريخ. أكيد. هذا الكلام ليس بجديد، ولكن هو دائما ابدا يكون كذلك. اكيد. اللواء عادل العمده المستشار باكاديميه نصر العسكريه العليا، بشكرك شكرا جزيلا.